السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه كنشكر بزاف الناس اللي دخلوا القناه جداد، مرحبا بكم في القناه ديالي. وحاجه اخرى، كيوصلوني بزاف الرسائل لا في الواتساب لا في الباج ديالي اللي داخلين ليها، كيقول لي بلي راه شفنا الفيديوهات ديالك، الشرح ديالك، وقدمنا شكايه ولا تسجلنا في تضامن واستفدنا. الحمد لله هذا الشيء اللي بغيت انايا، وحتى الناس اللي سجلتهم انا بنفسي استفدوا لا في تضامن لا في شكايه. الحمد لله هذا الشيء اللي كيفرحني من بحال هاد الفيديوهات هادو. اما في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله جيت نهضر لكم على الموعد ديال الدفعه الثالثه من الدعم اللي قدمت الدوله للناس ديال الضمان الاجتماعي والناس اللي عندهم الرميد، وحتى الناس اللي خدامين في القطاع الغير المهيكل. كيف ما كتعرفوا، في اول بلاغ اللي كان صدر شحال هادي كانوا كيقولوا باللي كاينين ثلاثه الدفعات ان شاء الله. الناس استفدوا من الدفعه الاولى والثانيه، وان شاء الله غيستافدوا من الدفعه الثالثه في هذا الشهر هذا. هذا ما كان هذا الشيء اللي جيت نقول لكم بالله، ان كاين الدفعه الثالثه وغيستافدوا منها من الناس اللي باقين حابسه الخدمه ديالهم في هذا الوقت هذه. وغتكون كيف ما عرفتوا الدفعات الاولين خرجوا في 15 في كل شهر كتخرج الدفعه، يعني كيبداو يرسلوا للناس الدفعات ولا المنح ديالهم اللي خرجت لهم او الدعم اللي خرج لهم. بزاف الناس كيتسائلوا على ان راه اللي يلا غيستافد دابا كيفاش غيستافد من المنحه الثالثه ولا الدفعه الثالثه، هو مازال ما قبلوا ليه الشكايه ديالو. كنطمئنكم بلي بزاف الناس تقبلات الشكايه ديالهم وخداو جوج منح، يمكن كاين اللي كياخذهم في نهار واحد، كاين اللي كيصيفطوهم ليه بجوج مره واحده، كاين اللي كيصيفطوا ليه وحده في الصباح والوحده النهار الاخر. يعني الدفعه الاولى والثانيه كيصيفطوهم ليه في نهار واحد ولا يومين كاع، والدفعه الثالثه راه غيستافدوا منها الناس كاملين في نفس الوقت. يعني غادي تكون ما بين 13 و 15 ان شاء الله كيف ما كان معهود عليه من الاول. هذا ما كان، نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي ما عارفينش هذه المعلومه، وتشتركوا في القناه ومرحبا بكم في القناه ديالي. بارطاجيو الفيديو، تهلاو في راسكم.